الشرطة تضبط أشتال الماريجوانا داخل منزل أحد تجار المخدرات في الخليل. الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات في بيت لحم. الشرطة تقبض على مشتبه به بابتزاز مواطنة مالياً في رام الله. الشرطة تقبض على مشتبه به بجرائم إطلاق نار في نابلس. الشرطة تطلق مبادرة نساء ضد المخدرات في أريحة. الشرطة تقبض على مشتبه به بسرقة 15 لوحة تسجيل مركبات في الخليل. الشرطة تنظم يوماً مجتمعياً في مخيم عين السلطان في أريحة. الشرطة تضبط 75 قطعة عملة معدنية أثرية في نابلس.